الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بيكم في كل مكان. فيديو جديد، حلقه جديده، اكيد هنتكلم فيها عن النادي الاهلي، هنرد فيها وفي منتهى القوه ضد الاكاذيب والشائعات. لكن في البدايه ما تنساش افضل حاجه بنبدا بيها فيديوهاتنا الصلاه على الحبيب، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مش عايز اتكلم فيها مع احترامي الكامل، يعني فاكرين الولد ماجدان لاعب الزمالك والمعار الى بلديه المحله اللي احرز هدف التقدم في مباراه الاهلي والبلديه في ملعب غزل المحله، والاحتفال بشعار القوس والسهم، وخناقه الشوارع اللي عملها ضد علي معلول؟ طبعا انتوا ادرى مني بالالعاب الصبيانيه دي. طبعا كلكم عارفين هو عمل كده ليه. عمل كده عشان بيلعب على مشاعر جماهير الزمالك، وعشان الإدارة تقول عليه الواد التوتو فروتو، الواد اللي بيقطع النادي الأهلي وبيجر شكر شكل النادي الأهلي وبيعلم على النادي الأهلي، فهاتوه نرجعه لنادي الزمالك. نادي الزمالك معبروش، نادي الزمالك معبروش، النادي بتاعه هبط للدرجة الثانية، ونادي الزمالك لم يطلب اعادته، وكابتن عبد الواحد السيد قال له شوف لك عرض اعاره عشان تمشي. لما فقد الامل انه يرجع تاني نادي الزمالك، طالع يعتذر للنادي الاهلي ولعلي معلول ولجماهير النادي الاهلي، ويخبط في عبد الواحد السيد وفي نادي الزمالك. انا كنادي اهلي ولا يفرق معايا كلامك ب2 جنيه، ولا قيمة لك ولا لكلامك أصلا، لأنك حاولت إلا أدبك على النادي الأهلي أو تستفز جماهير النادي الأهلي في هذه المباراة، ولكن شوف ربنا عمل فيك إيه. لا طولت الزمالك اللي أنت كنت بتتخانق عشانه، ولا حركة القوس والنبلة اللي أنت كنت بتعملها، ولا طولت إنك حافظت على فرقتك من الهبوط للدرجة الثانية. اشرب يا ماجد يا هاني، اللهم لا شماتة. دلوقتي اخرك تلعب درجة تانية، شوف لك فرقة بقى في دور المحترفين ترضى بيك وتقبل بيك، اذا كان نادي الزمالك اصلا هيقبل ان يسيبك مجانا لأي نادي. عايز اوجه رسالة للإعلام والبرامج الرياضية، برامج الرياضية اللي انبروا وتنافسوا لإعلان إن عمر الساعي زملكاوي، وإن عمر الساعي راح في فيلا شيكابالا ومضى لشيكابالا ومضى للزمالك وعلم على النادي الأهلي. هفكركم بالتواريخ. أحمد حسن الصقو بتاريخ 21/7/24، خاص ده يعني محدش يعرف إلا أنا، خاص للكابتن عمر الساعي يوقع عقود انضمامه للزمالك في منزل احد لاعبي الفريق. طبعا هنا كان قصده على شيكابالا. مهيب عبد الهادي ملك الصفقات الفنكوش، يوم 18/7 عمر الساعي يوقع 4 سنوات للزمالك والاسماعيلي وافق. والاسماعيلي ايه؟ وافق. ايه رايكم النهارده عمر الساعي وهو بتشيرت النادي الاهلي؟ ها، هل ممكن مهيب عبد الهادي يطلع يعتذر عن الاخبار الفشنك اللي بيطلعها؟ واحد يقول لي يا مصطفى من ايام ما بتقول اخبار فشنك، هقول لك يا عزيزي مع احترامي الكامل، اذا ما توفر للانسان، اي انسان ماشي في الشارع، ربع امكانيات قناه ام بي سي من معدين وفريق اعداد و و و و, و, و. مع مهيب عبد الهادي ده لمؤاخذه، يعني اذا ما كانش بقى نمبر واحد في مصر ما تتكلمش تاني. لكن تخيل واحد زي مهيب معاه كل الامكانيات دي كلها وبيطلع يهبد، احمد حسن بيطلع يهبد. هنيئا لكم بالهبد، وهنيئا لنا بعمر الساعي. وانا فاكر وانتوا تفكروني وتاكدوا على كلامي صح ولا غلط، لما طلع الخبر ده انا طلعت وقلت لك ايه؟ قلت لك عمر الساعي
هو ووكيله قعدوا مع الزمالك ورفضوا التوقيع لنادي الزمالك، ورفضوا التوقيع لنادي الزمالك لأن عمر الساعي أهلاوي، لأن عمر الساعي أهلاوي. حتى عمر الساعي قلت لك وقتها وكيله طلب من الزمالك إن هو يخلصه مع النادي، احنا مش هنمضي على حاجة بالذوق كده، بدل ما نديها طرشة في صدر الزمالك ونقول لهم إن الولد مش عايزكوا وهيروح الأهلي. محمد تاج وقتها قال لهم روحوا كلموا الإسماعيلي وخلصوا مع الإسماعيلي، لكن توقيع مش هنوقع. الدليل النهارده عمر الساعي في تدريبات النادي الأهلي. نادي الزمالك، نادي الأهلي يا جماعة كسبان 10 بطولات في آخر موسمين ما شاء الله، ربنا يزيد ويبارك. وخمسة وخمسة في عينك يا اللي متصلي على النادي. منهم دوري الأبطال مرتين، منهم برونزية كأس عالم أندية. وكل ما تقلب على إسلام صادق أو يظهر قدامك هذا الإسلام الغير صادق تلاقي كمية سلبيات ومشاكل وأزمات وخناقات، والخطيب اتخانق مع مرتجي، ومرتجي اتخانق مع الدرندلي، والدرندلي اتخانق، الدرندلي ده في اتحاد الكورة، ومرتجي اتخانق مع الضماطي، والضماطي اتخانق مع الجرحي، والجرحي اتخانق مع سراج، والدنيا بايظة. الدنيا ايه؟ كده كده بايظة. الزمالك كسب بطولة يتيمة. الزمالك لما كسب الدوري اسلام صادق في المصري اليوم قال لك الزمالك يعيش زمن البطولات. انت بتقول ايه يا ابني؟ زمن البطولات، بطولة يتيمة بقى زمن البطولات. لكن الاهلي اللي كسبان 10 بطولات، لا، الاهلي يعيش في زمن المشاكل والازمات والخناقات والسلبيات واي حاجه تقول هات 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 بالاخضر. اديني رمضان، رمضان ابو سره. اتحاد الكوره يجامل نادي الزمالك رسميا. الناس ناس السفهاء البلهاء اللي عايشين حياتهم كلها اصل الاهلي نادي الدوله، اصل الاهلي بيتم مجاملته، اصل الاهلي لولا المجاملات والتحكيم والحكام ووكاله الاهرام للاعلان لما كان الاهلي له وجود اطلاقا. عايز اقول النهارده يا جماعه اتحاد الكوره بيبلغ نادي الزمالك بحصوله على الكارت الذهبي، وعايز اقول لكم ان موضوع الكارت الذهبي ده معمول خصيصا لنادي الزمالك. افتكروا كلامي، احنا النهارده كام؟ الثاني من سبتمبر عام 2024. الكارت الذهبي ده محدش هيستفيد منه خلال السنين اللي جايه الا نادي الزمالك. افتكر كلامي وعلم عليه، لان كده كده بطل الدوري معروف. الاهلي كده كده يا يكسب الاهلي الدوري يا بيراميدز يكسب الدوري، خلاص ما بقاش في زمالك. كان في منه وخلص. هجيب لك فتافيت كان في منه وخلص، مفيش جمله ممكن تلاقي قطاعي. كاس مصر والله انت وبختك، بختك يا بوكيتا، لسه قايل لكم من يومين كاس مصر دي بطوله العجائب والغرائب والمفاجات، ممكن فرقه درجه تانية تاخد كاس مصر. فوارد ممكن نادي الزمالك سنه كل 5 سنين يكسب كاس مصر، وارد. كاس الرابطه وارد، لان كاس الرابطه كده كده الاهلي ما بيشاركش، لكن بيراميدز موجود برده، ف تبقى صعبة شوية على نادي الزمالك. فالكارت الذهبي معمول خصيصا لأن خلال السنوات القادمة الزمالك لن يكون له ناقة أو جمل في البطولات المصرية. وده مش كلامي على قد ما هو استنتاج للواقع. فرقة واقعة، فرقة مش قادرة تضم أي صفقات، فرقة مهلهلة، فرقة مهلهلة. عايز اقول ان كان في صفقتين كانوا هيفرقوا جامد جدا مع نادي الزمالك، صفقتين فري كانوا هيفرقوا جدا 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 لاقصى مدى.
مع نادي الزمالك، وانا كاهلاوي فرحان ان الصفقتين ضاعوا، فرحان ان الصفقتين ما تموش، لان الزمالك كان يقف على رجله فعليا. الصفقتين دول فهمي رسمي نظمي خلصوا. كريم بركاوي الرائد اعلن عن تجديد تعاقده، والنهارده الريان القطري بيعلن ضم اشرف بن قلبي، اشرف بن حبي، اشرف بن شرقي الى نادي الريان، إعارة أو لمدة موسم، مش إعارة، لمدة موسم مع وضع بند لإضافة موسم بالاتفاق ما بين الطرفين. صفقتين قسما بالله كانوا هيقلبوا شكل الزمالك هجوميا 180 درجة. تخيل كان هيبقى زيزو في اليمين، بن شرقي في الشمال، ارمي بقى مصطفى شلبي وحمامك القديم نضف نضف، وشيل اسمه ايه جزيري وحط مكانه بركاوي. حاجة نظيفة، حاجة فاخرة من الآخر، لكن الحمد لله أن الصفقتين دول ما تموش، لأن لو كانوا تموا كانوا هيتعبونا، هيتعبونا في الدوري، هيتعبونا في البطولات المحلية. خالد الغندور بالحديث عن الصفقات، وهقول لك دلوقتي صفقة إذا حدثت ستقلب الدوري المصري رأسا على عقب. النادي الأهلي يا جماعة، النادي الأهلي جاب أشرف داري، يوسف أيمن حافظ، يحيى عطية الله، وفي الطريق وعمر الساعي، وفي الطريق بن رمضان. لكن الصفقة اللي بتكلم عليها دلوقتي لو جاب مع احترام الكامل بقى، لا عايز يقول صفقة القرن يقول، لا عايز يقول صفقة الموسم يقول، لا عايز يقول آخر عشر مواسم ما جبناش صفقة بالتقل ده. اللاعب هو سفيان بوفال. نهاردة نادي الريان القطري بيعلن فسخ تعاقد. امشي معايا بشويش 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 بشويش. سفيان بوفال ده لو بيلعب في الريان النهاردة وانت كنادي اهلي حبيت تروح تجيب. سفيان بوفال عنده 30 سنة، يعني لسه في رعان شباب. سفيان بوفال مهاجم منتخب المغرب، ساعات يلعب ليفت وينجر جناح شمال، وساعات يلعب مهاجم، فانت ممكن تستفيد بيه كليفت وينجر، حطه في الشمال وحط الشحات في اليمين او تو في اليمين، ووسام ابو علي قدام. لو انت عندك سفيان بوفال، هقول لك احصائياته الموسم اللي فات. سفيان بوفال مع نادي الريان القطري موسم 23-24 لعب كم مباراة؟ موسم 23-24 لعب 3 مباريات في قطر، دوري السوبر في قطر، بقاله فترة مصاب، راجع من إصابة فما لعبش الموسم اللي فات، لكن هداف بالفطرة، هداف بالفطرة. سفيان بوفال القيمة التسويقية بتاعته، قيمته التسويقية يا جماعة كام؟ 6 مليون دولار. 6 مليون، يعني أنا لو رحت سلمت عليه كده وقلت له تعالى يا بوفال اقعد عندي لحد شهر يناير وامضي معاك سنتين ثلاثة، وفي شهر يناير حبيت أبيعه للسعودية مش أقل من 2-3 مليون دولار همسكهم في إيدي. لعب قبل كده 99 مباراة في الليج آب في الدوري الفرنسي، سجل 27 وصنع 18، يعني عامل 45 مساهمة تهديفية، يعني النص بالنص. ده فين؟ في الدوري الفرنسي، مش بيلعب في الهوم لولو. في البريمير ليج لعب 70 مباراة متقطع، طبعا أوقات متقطعة، سجل 3 أهداف وساهم في 4، وصنع 4 أهداف، مساهمات 7 أهداف. لعب في الليج دو الدرجة الثانية في فرنسا 46 مباراة، سجل 4 وصنع 5. لعب في الليغا في أسبانيا 35 مباراة، سجل 3 وصنع 4. دوري نجوم قطر لعب 11 مباراة، سجل 3 وصنع 2. كوبا ديلاري، كوبا ديلاليغا، سجل لعب 9 وسجل 1. كاس فرنسا لعب 6 وسجل 1.
كاس انجلترا، لعب 6 وسجل 1 وصنع 1، ارقام كبيره جدا للعيب بيلعب في كذا مركز في الملعب، كذا مركز في الملعب. خالد الغندور قال لك الاهلي يضم اقوى الصفقات. الاهلي بيضم صفقات تليق باسم النادي الاهلي. اشرف داري لاعب شارك مع منتخب المغرب في البطولات الكبرى. يحيى عطيه الله احد نجوم المنتخب المغربي في كاس العالم. اللاعب الثالث عمر الساعي احد ابرز المواهب الشابه في الدوري المصري. نادي الزمالك ما عملش حاجه. نادي الزمالك صفقاته تعبانه، راح جاب لعيب لا لعب اساسي منتخب مغرب ولا حد يسمع عنه اسمه محمود بنتايج. ونادي الزمالك الابقاء على احمد سيد زيزو مش بطوله. قال لك البطوله انك تقدر تجدد له وتوافق على شروطه، انما بقاء زيزو كده هيزود المشاكل بالنسبه لنادي الزمالك. خلصت اخبارنا، ما خلصتش حكايتنا. هستنى كل ارائكم وتعليقاتكم اكيد. شكرا ليكم، سلام.